جمعية ولادي هي جمعية حقوقية تتناضل من أجل الحقوق الاجتماعية للطفل، أي الحقوق اللي كتتعلق بتمكين الطفل من الاستمتاع بالوالدين ديالو رغم طلاقهما. كيفاش حتى أسست هذه الجمعية؟ كيفاش حتى جاتني الفكرة باش نأسس هذه الجمعية؟ هذه الجمعية أسستها ابتداء من دوافع شخصية، لأنه شخصيا فقدت الحضانة ديال الأبناء ديالي بعد الزواج ديالي من رجل واحد آخر، يعني من بعد الطلاق ديالي الأولاني زوج تاني 3 سنين من بعد الطلاق الأول، وفقدت شخصيا الحضانة ديال الأولاد ديالي بجوج، كان على إثر هاد الصدمة ديال فقدان الحضانة ديال الأبناء ديالي، بانت لي الصعوبات اللي كيعانيو منها الأطفال والمعاناة اللي كيواجهوها بعد ما كيلقاو راسهم في 7 سنين ولا 8 سنين أمام عائلة اللي فيها الأب وربما زوجة ديال الأب ولا الأب بدون زوجة، والأم ديالهم تتحرموا منها، يعني كيوليو تيشوفوها يوم الأحد فقط. جاتني هاد الظلم، يعني عشته كظلم وكمأساة لا أنا ولا الأبناء ديالي، وقررت نأسس هاد الجمعية اللي هي جمعية حقوقية باش نناضلو ونطبقوا الفصل 19 من الدستور، لأن الدستور ديال 2011 جاء وعطى واحد التشريع اللي هو ممتاز، اللي هو مهم بالنسبة للطفل المغربي وبالنسبة للأسرة المغربية. هذا الدستور جاء تعطي مبدأ المناصفة ما بين الأم، يعني المرأة والراجل، في جميع الحقوق ديالهم، يعني خاص يكونوا الحقوق بمناصفة، يعني الرجل والمرأة. وأسست هذه الجمعية باش نعتبروا هذاك القانون اللي حكم عليه بإسقاط الحضانة باش يتم الإلغاء ديالو، لأنه غير دستوري. مادام أنه تحيد الحضانة للأم عندما تتزوج وما تحيدش الحضانة للأب عندما يتزوج، وباش تكون مبدأ المناصفة وباش يكونوا القوانين ديالنا دستورية، كان خاص تأسيس هذه الجمعية من أجل تحسيس المجتمع المغربي والرأي العام والمجتمع المدني بالأهمية ديال هذا الموضوع، لأن الأمر كيتعلق بالأطفال ديالنا، والأطفال ديالنا كيعانيوا بعض المرات مأساة كبيرة من الفراق ديال الأم ديالهم. وحنا اليوم في مجتمع حداثي، والمجتمع الحداثي هو اللي خص القوانين ديالو تكون حداثية. اليوم بعد 16 سنة من تطبيق المدونة اللي جات بتغييرات ممتازة بالنسبة للمغاربة، اليوم هاد المدونة ولات يعني شرفات كبرات، هاد المدونة خاص يوقع فيها تعديل بواحد الطريقة اللي هي مستعجلة، وحنا كحقوقيين كنطالبوا بهذا التعديل وبتغيير هاد الفصول اللي هي كتعتبر ولات زعما قديمة، ولات ما بقاش التطبيق ديالها ولا كيمس بالطفل، هاد التطبيق ديال هاد الفصول ولا كيأدينا، فعوضما يزيد بنا القدام كيرجعنا اللور. حنا اليوم في واحد المجتمع اللي خصنا نزيدو به القدام، ما خصناش نرجعوا اللور. وهذا الشيء علاش اسست هذه الجمعيه، ومعايا ناس كثار، لان هذه الجمعيه هذه كتناضل لحقوق المراه وحقوق الرجل كاب وكام. هذه النقطه مهمه، علاش؟ لان حتى الاب ملي كيوقع الطلاق لا يعقل باش يعطيوه غير يوم الاحد. هاد النقطة مهمة بزاف، أنه هادك السيد أشنو دار باش حتى هو يستاهل غير نهار الحد فين غادي يشوف ولادو. وهاد الجمعية فيها رجال كتار، علاش؟ لأنه كتناضل من أجل تمكين الطفل من المنى الاستمتاع بحضور والديه، يعني الأب والأم، في تربيته رغم طلاقهما، وهذا هو المبدأ. فكنطلب منكم اليوم أنكم تساندوا جمعية ولادي، لأنه هذه الجمعية مهمة وغادي تجعلنا باش نبني واحد المستقبل كبير
وما نساوش بأن أطفالنا هم مستقبل مغربنا.